الأميرة الأيوبية ضيفة خاتون، قادت مدينة حلب بأكملها وتركت بصمة واضحة في المجالات العمرانية والاجتماعية. مدت يد العون للمحتاجين وضربت مثالا للحكمة وحسن التدبير. إنها ضيفة خاتون، الملكة الحلبية المسلمة، ابنة الملك العادل أبي بكر بن أيوب وزوجة الملك الظاهر غازي. ولدت ضيفة خاتون عام 1186 ميلادية في قلعة حلب، وكان والدها الملك العادل أبو بكر بن أيوب يستقبل ضيفا يوم ولادتها، لذا أسماها ضيفة تيمنا. تزوجت ضيفة عام 1212 ميلادية من ابن عمها الملك الظاهر غازي ابن صلاح الدين الأيوبي، وتعرض قصرهم لحريق أودى بالسجاد والمنثريات المذهبة والمجوهرات والأثاث. أمر بعدها الملك الظاهر بتجديد عمارة القصر وأسماه دار الشخوص بمعنى دار الصور، وذلك لوفرة الرسومات النباتية المستعملة في تزيين القصر وكثرة الزخرفة به. وقيل عن زواجها كان العقد بدمشق بوكالتين على مبلغ وقدره 50,000 دينار، ثم بعثت إلى حلب برفقة 200 جارية، 100 منهن مطربات والمائة الأخرى حرفيات، وجهاز حمل على 300 جمل و50 بغلا. فلما أدخلت على الظاهر مشى لها خطوات وقدم لها عقود جواهر قيمتها 350,000 درهم، وأشياء نفيسة أخرى، 5 عقود وعصابة مجوهرة و10 قلائد من العنبر المذهب و5 غير مذهبة و170 قطعة من الذهب والفضة و20 تختة من الثياب المختلفة الألوان و20 جارية و10 خدم. وقد حضر هذه المراسيم جملة من أمراء حلب وأكابرها، وعندما أنجبت ولدها الأول وهو محمد الظاهر زينت له حلب، وقدم له الكثير من القطع الثمينة من الذهب واللؤلؤ وغيرها. أنجبت ضيفة من ابن عمها ولدها الأول العزيز محمد، والذي أصبح ملكا لمدينة حلب بعد وفاة والده عام 1216، ثم توفي الملك العزيز محمد عام 1236 ميلادي بعد أن أنجب ابنه الملك الناصر يوسف، وكان عمره وقتها 7 سنوات. لذا تولت جدته ضيفة خاتون الحكم كوصية عليه لمدة 6 سنوات إلى أن توفت عام 1242 ميلادية 640 هجرية، ودفنت في المدرسة السلطانية أمام قلعة حلب بجانب جثمان زوجها، وأغلقت حينها أبواب مدينة حلب لمدة 3 أيام. عرفت ضيفة بالحكم الرشيد خلال السنوات الست التي أدارت فيها الحكم بمدينة حلب، وقال عنها الكاتب محمد خير رمضان يوسف في كتابه المرأة الكردية في التاريخ الإسلامي: إنها كانت ملكة جليلة عاقلة تصرفت تصرف السلاطين في حكم حلب، واتسمت فترة حكمها بالعدل والشفقة وبذل الصدقة، كما أزالت المظالم والمكوس في بلاد حلب، وقامت على حاجة الفقراء، إلى جانب إنشائها مدرسة وجامع الفردوس عام 633 هجرية، وجمعت له أوقافا ضخمة كما رتبت له الكثير من القراء والفقهاء، كما أنشأت خانقة ضيفة خاتون عام 635 هجرية، والواقع في محله الفرافرة اليوم أمام جامع الزينبية. وكان لضيفة أثر واضح في المجال العمراني في مدينة حلب. ويقول الأستاذ الباحث عبد الله حجار لموقع حلب: إن مدرسة الفردوس من أكبر مدارس حلب، وبنتها الملكة ضيفة خاتون في ضاحية حلب الجنوبية أيام وصايتها على حفيدها يوسف عام 1235 ميلادية. وتتميز بمحرابها الرائع بألوان حجارتها الرشيقة والمتميزة وتيجان أعمدتها التي تتزين بعضة أوراق النباتات الناعمة،
وبركتها المثمنة ذات الفصوص الداخلية والخاصة بالمباني الأيوبية، ومئذنتها القصيرة، وارتفاع أعمدة أروقتها المتساوية للمسافات.